قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، تبلغه الملائكة. ويذكر من طرائف الأمور وأيضا من أشياء الصحيحة، يعني الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى ذكر عن نفسه أنه كان مسافرا فوقف عند نقطة تفتيش، فقالوا له إلى أين؟ قال إلى المدينة. فقال له هذا اللي قال أطلب منك طلبا، قال ماذا؟ قال سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ألا أدلك على من يبلغ أحسن مني؟ قال كيف؟ قال أنا قد أنسى، قد أهمل، قد لا أصل، فما رأيك أن تصلي عليه؟ هنا هناك ملائكة يبلغونه الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، فصلي عليه وأنت في مكانك. وهكذا هو الصحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، تبلغه الملائكة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.